الاربعاء 15 مارس 2023 نادي الجيش الملكي غادي يستقبل في كاس العرب او لا كاس الملك سلمان غادي يستقبل نادي الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي الاخوان هو نادي رياضي ثقافي اجتماعي بطرابلس بلاد الفريق تاسس 29 يوليو عام 1944 وكيتعتبر زعيم الانديه في ليبيا بحكم انه اول نادي تاسس في دوله ليبيا وبحكم انه هو اول فريق اللي عنده اكبر عدد من الالقاب المحليه. مقر ديال هذا النادي كاين في واحد المنطقه سميتها باب بن غاشي. الفريق حصل على عده بطولات من الدوري الليبي وحصل على كذلك كاس ليبيا. هذا الفريق حصل على عده القاب من كاس الممتازه او بما يعرف حاليا بكاس سوبر الليبي، وكذلك حصل على لقب وحيد في المسار ديالو اللي هو كاس الاتحاد الليبي. هو اول فريق ليبي يمثل كره القدم الليبيه في المنافسات الافريقيه بحيث انه شارك سنه 1967 ووصل حتى لدور الربع النهائي وانسحب في ذاك الوقت. الفريق عنده ملعب سميتو ملعب طرابلس الدولي وجا في مدينه طرابلس. تعتبر ملعب طرابلس الدولي من ضمن اكبر الملاعب في العالم وكيحتل المركز 121 عالميا والمركز الثامن افريقيا بقدره استيعابيه الاخوان من 50,000 متفرج كتوصل بعض الاحيان حتى ل 80,000 متفرج. هو كيتعتبر ملعب اولمبي بحكم انه عنده داك المطار. بعثه الفريق الليبي الاخوان مشات لتونس نهار السبت قبل ما تشد الطريق اتجاه المملكه المغربيه وغادي تنزل في مطار ديال سلا الرباط. للتذكير الاخوان المباراه غادي تلعب نهار الاربعاء مع 8 في مركب الامير مولاي عبد الله 8 بتوقيت المملكه المغربيه. اما بالنسبه للاياب الاخوان غادي تلعب 12 ابريل في ليبيا. فقط كان الجدل حول الملعب اللي غادي تلعب فيه مباراه الاياب ولكن تم الحسم في هذا الموضوع وتختار ملعب شهداء بنينه بمدينه بنغازي. اللي ربح او اللي تاهل من مجموع المباراتين غادي يواجه مباشره المتاهل من مباراه البرج اللبناني والوحده الاماراتيه، ومن بعد المتاهل الاخر هو اللي غادي يمشي للمجموعه اللي فيها الرجاء وفيها شباب بلوزي. هذا كنتمنى يا رب ان شاء الله اننا نتاهلوا وتكون نتيجة مشرفة وتكون كذلك بطولة مشرفة، وحنا محتاجين مثل هاد الماتشات اللي غادي نديرهم في كأس العرب ومحتاجين بطبيعة الحال حتى العرب انهم يعرفوا او مثلا يسترجعوا الذكرى ديال شكون هو الزعيم الملكي، شكون هو هذا الفريق، شكون هما هاد الجماهير اللي كتشجع فريق الجيش الملكي. بغينا حضارتنا انها توصل العالمية لملا. الاخوان نمشيو دقة دقة ماتش بماتش، وطبيعة الحال انا تايق في الدراري ديالنا، تايق في التركيبة البشرية. كنتمنى من فرناندو دا كروز انه يراجع حساباته، ولقد هرمنا من هذه الجملة راجع حساباتك ايها السيد، راجع حساباتك، فانت تمتلك خيرة اللاعبين في البطولة، فانت تمتلك خيرة الادارة، فانت تمتلك خيرة الجماهير في العالم، ولما لا ان شاء الله تحنا نحققه وتكون عندنا بصمة. فريق الزعيم الملكي ليس كفريق اخر، فهو مغربي يحب بلده من طنجة للقويرة وليس خائن مثل الآخرين. تحياتي لكم الإخوان، عاش الزعيم، عاش الملكي، حرية الجماهير العسكرية. فرناندو دا كروز حنا طايقين فيك أخويا، أنا مزوق فيك. الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين. راجع حساباتك، راجع حساباتك، انفتح على الجماهير، حاول تقرأ. راه عندنا خيرة في الصفحات، كنديروا التحاليل، كنديروا بزاف ديال الحوايج، كاين بزاف ديال الدراري ما شاء الله عليهم، ربما تكون منغلق، لا انا بغيتك تكون منفتح. الحمد لله عندنا اداره اللي كتسمع لينا، بغيناك حتى انت تكون كتسمع الجماهير، ولا انتقدناك راه ماشي حيت ما باغينكش، بحكم اننا حنا كنبغيو داك الفريق، اي واحد ضمن داك الفريق حنا غنكونوا كنبغيو الا كان هو كيبغي داك الفريق. تحياتي لكم الاخوان.